قلتي لي أولادك اليوم هن أصدقائك، غياب الرجل بيقدروا الأولاد يعبوه أم ضروري ضل موجود في حياة الإمرأة يكون في رجل هو السند؟ لا أكيد لازم يكون في رجل بحياتي قد ما كان الأولاد. هلا مثلا ابني تزوج وراح، وابني الثاني سافر مثلا عنده شغله قاعد برا مثلا، أكيد حتى هن بصيروا يفكروا إنه مين ممكن يكون يعني إنه سند مع. بيطلبوا منك تتزوجي؟ أكيد أكيد ما عندهم منك. مشكلة إيه أكيد يعني صرنا نحن رفقات. ليش ما اتخذتي هيك قرار أو ما أجا نصيب أو ما كتير بدها تفكير القصة؟ بس لسه الباب مفتوح. لا خلاص لا ما عاد ممكن تتزوجي بعد هلا؟ لا تضمني حالك؟ تضمني قلبك؟ تضمني ما بعرف أنا. عموما أنت حبيبة؟ أنا كتير عاطفية إيه. بتنغرمي بسرعة ولا بتاخذي وقت؟ لا الجدي بفكر كتير. شو أكتر شي بتكوني حريصة لما بدك تفكري بشخص كعلاقة حب يكون موجود فيه؟ شو أكتر الأمور يلي بتكوني حريصة عليها؟ مهم يكون رجل يعني بتقول الوفاء والإخلاص ومدري شو والقصص هاي، ما في يعني رجل على المعاملة اللي تقدر تعرفه، ما فيك تحط مواصفات. يعني بتحب الرجل الكريم، ما يكون مثلا بخيل لأنه بيخرب الحياة، عنده ثقة بنفسه، رجل مانو اتكالي مثلا، أو أنه بده يتزوج مصلحة، أو أنه بده. صار عندك هيك شيء؟ في ناس لا. اتقربوا منك وعرفتي بعدين أنه القصة مانا حب، القصة مصالح؟ لا ما صارت.